بسم الله الرحمن الرحيم. راح نعطي اليوم محاضرة الخميس ومحاضرة يوم الأحد إن شاء الله حول موضوع Visual Programming Using Java GUI. بنذكر بشكل سريع آخر محاضرتين شو أخذنا في آخر محاضرتين اللي هو الكومبو بوكس، وشفنا كيف نعمل الأوبريشنز على الكومبو بوكس مثل الإضافة، الحذف، التعديل على الكومبو بوكس وعلى العناصر الموجودة فيه. كمان أخذنا في المحاضرة الماضية اللي هو الليست، وشفنا كيف ممكن نعمل insert أو add وdelete وupdate على الليست، وكان في operations كثيرة على الليست. وطلبنا من الشباب الطلاب يعملوا إنه homework ينقلوا معلومات ما بين الكومبو بوكس إلى الليست، لكن لغاية الآن أنا ما وصلني أي إيميل أو أي رد من أي طالب إنه حاول يشتغل هذا الموضوع ولا لا. فبدي من كل الطلاب يرسلوا على البريد الإلكتروني شغلهم، الملف يضغط الملف اللي خزن فيه البروجكت تبعه ويرسل لي إياه باسمه ورقمه حتى نشوف شو الأخطاء اللي عنده ونرد عليه إنه هاي الأخطاء شو مجال إننا نصلحها، أو أشوف شو الطالب بيشتغل ولوين واصل. وبدنا تواصل من الطلاب وفيدباك من الطلاب سواء على موقع الاي ليرنينج او على القناة اللي موجودة على اليوتيوب او على الفيسبوك، على صفحتي في الفيسبوك. فبدي من الكل يعني يتعاون حتى يعني نحاول نعرف انه الطالب فاهم وبيشتغل معنا على المادة ولا لا، وحتى نسجل له حضور وغياب بنفس الوقت لغايات حصر انه الطالب بيحضر وبيقدر يكمل معنا هذا المادة. اليوم راح نحكي على عن عدة اشياء سهلة وبسيطة جدا ومهمة، بدها شوية انتباه بس. راح نحكي عن الفونت، راح نحكي كيف ممكن نغير الفونت بشكل دايناميك، يعني بشكل مباشر من خلال الكود عن طريق اليوزر بطريقة بسيطة وسهلة. كيف ممكن نغير الفونت، الفونت ستايل او الفونت تايب يعني نوع الخط او شكل الخط بولد او ايتاليك وسايز تبع الخط، وكمان اغير حجم الخط. فهذا الفونت أمر مهم وكثير بنستخدمه في شغلنا. هذا راح يكون من خلال تعريف Object، تعريف Object من نوع فونت، تعريف Object من نوع فونت. وهذا الأوبجكت اللي بدنا نعرفه من نوع فونت ممكن أعطيه نوع الخط، أعطيه الستايل تبع الخط اللي هو بولد أو إيتاليك أو ما شابه، وأعطيه السايز تبع الخط. ففي عندي أنا ثلاث شغلات رئيسية ممكن أشتغل عليهم بالفونت، لكن راح أشتغلها بشكل دايناميك إنه نقدر نغيرها عن طريق الكود. راح نحكي أيضا على مجموعة كلاسات أو مجموعة يعني عن الكلاس اللي بتتعلق بالكلر، وكيف ممكن نستخدم الكلر او الفوري جراوند والباكي جراوند وما شابه من امور الكلر على مستوى التكست او على مستوى الليبل او على مستوى التكست اريا او على اي كنترول بنقدر نضيفه داخل البرنامج. راح نحكي عن شغلتين جداد ايضا اللي هو السلايدر، هذا شكله هلا راح نشوفه في البرنامج لما نيجي نطبق، هذا شكل السلايدر. وراح نحكي عن السبينر، وهذا شكل السبينر اللي هو بيعمل قفزات اما 0 1 2 3 4 5 او انت بتبرمجهم زي ما بدك 2 4 6 8 او اللي بتشوفه انت مناسب خلال التطبيق راح نشوفه مع بعض. اذا في عندنا اربع شغلات رئيسيه راح نشتغلهم، وبدي من الكل يقدر يتعامل معنا فيهم ويطبقهم لحاله، شغلات بسيطه وسهله. بدنا اليوم نصمم هذا الشكل، هذا الشكل بدنا نعمله مع بعض اللي هو بدنا نيجي نستخدم هاي اكيد بتعرفوها، هذا الاوبجكت، هذا الكنترول اسمه ايش، مين بذكرني باسمه، هذا اسمه مين عرف؟ طيب اكيد انتوا يعني هلا بتشاركوا معي اذا بتسمعوا الفيديو واكيد انكم عرفتوا، هذا اسمه كومبو بوكس، هذا اسمه كومبو بوكس. هذا الاشياء او الكنترولز اللي انا حطيتها هون شو اسمها، تشيك بوكس، تشيك بوكس. وهذا الكنترول اللي انا حطيتها هون اسمها راديو بتنز، راديو بتنز. الكل بدي يعرف لما يشوف الكنترول الموجود يعرف كيف يستخدمه. هذا الكنترول الموجود بالاسفل شو اسمه، مين بيعرف؟ برضو اكيد انت عرفت، انا عارف انك انت عرفت، وهذا اسمه تكست اريا، تكست اريا. هلا هدول تو كنترولز لازم تصير تعرفهم لانه هلا حكينا عنهم قبل شوي. ارجع شوف شو اللي حكيناه، هذا الشكل اللي بيعمل قفزات عداد للاعلى وللاسفل اسمه سبينر، وهذا اللي فيه زي مدرج اسمه سلايدر. اذا هون هذا سبينر راح نضيف السبينر وراح نضيف السلايدر. شو بتتوقع من الديزاين هذا؟ واضح انه الديزاين هذا بدي انا كتبت هون فونت
كتبت خط معين this is a font sample وجيت فتحت القائمة هون. لما أفتح القائمة هون بده يعطيني مثلا 36 بدي الخط يصير 36. إذا رجعت اخترت القائمة هاي وحكيت له 5 بدي الخط يصير هون 5. إذا جيت على السلايدر وسحبت هون سحب على هذا السلايدر وحطيته 10 بدي الخط يرجع 10. بنفس الوقت إذا عملت الخط بولد بدي إياه يبين بولد، إذا عملت الخط بلو بدي يصير الخط بلو. ونشوف كيف هذه الدايناميك اوبجكتس راح تشتغل مع بعضها البعض. فهذا السامبل اللي بدي اياك تشتغله وراح نشتغله مع بعض. راح ننتقل الان للكود او للبرنامج. طبعا انا يعني بصراحه لي يعني لتسريع واختصار الوقت وحجم الفيديو اللي راح يرتفع على اليوتيوب، انا جهزت الديزاين زي ما انتم شايفين. يعني انا بدي اذكر بشكل سريع، عملت نيو بروجكت، ومن النيو بروجكت اخترت جافا ابلكيشن، اخترت نيكست، وبعدين اخذت اسم برنامج سميته بالاسم اللي بدي اياه، حددت وين اخزنه، وبعد ما حددت وين اخزنه اعطيته فينش. ولما جيت عند الفينش اعطاني البرنامج اللي انا بدي اياه، باجي بكبس رايت كليك نيو جافا نيو. طبعا انا بدي جافا كلاس ولا فورم، بدي نيو هيو كمان هيك نيو جي فريم فورم، بختار نيو فورم جديد مثلا بسميه اف 3 اف 5 اف 4 اللي بدك اياه، فورم رقم 4 هيعطاني فورم جديد. بكل بساطه بسحب الكنترولز اللي انا بدي اياهم، بدي تكست اريا، هاي تكست اريا، هاي سحبنا هاي تكست اريا، بدي تشيك بوكس، هاي تشيك بوكس رقم 1 وهي تشيك بوكس رقم 2، وبدي راديو بتن، دور معي على الراديو بتن، هاي راديو بتن بدي رقم 1 ورقم 2، وهي بدي كمان راديو بتن رقم 3، واذا بدك تضيف انت من عندك اكثر بكون افضل. بدي كومبو بوكس، وين الكومبو بوكس؟ هاي الكومبو بوكس، بلشنا ناخذ كل الكومبوننتس اللي تعلمناهم سابقا. الان بدي اخذ تو كومبوننتس جداد، بدي اخذ سلايدر، هاي سلايدر، هاي اخذت سلايدر، طلع سلايدر كيف بيطلع معي فاضي ما في عليه تدريج او ارقام. وبدي اخذ سبينر، دور معي على السبينر، هاي سبينر، هاي اخذنا كمان سبينر، هاي السبينر خليني اخذه اجيبه بالاعلى زي ما عملنا التصميم هذاك، ونظبط التصميمين بطريقه تكون يعني نفس التصميم اللي عملناه بالسابق. اذا هذا الشكل اللي انا بدي اشتغله قدر الامكان طبعا عشان يكون مظبط. هلا اكيد انتم بتعرفوا انه في عندنا بعض الخصائص لازم نتذكرهم زي الراديو بتون. هذول شو بدهم؟ راديو بتون بدهم ايش؟ بتن جروب. نرمي بتن جروب ونروح على كل واحدة من هدول الخصائص، نيجي نحكي له هاي البروبريتيز وندور له على الجروب بتن، طلع هاي الجروب بتن، وافتح واحكي له هاي الجروب رقم 1 اللي ادمجهم بجروب واحدة. وهون اجي كمان مرة اجي احكي له البروبريتيز، واجي احكي له جروب بتن، واختار له الجروب رقم 1، وهون اجي احكي له الجروب بروبريتيز بروبرتيز، وهي هون اختار له الجروب رقم 1. هلا صور الثلاثة هدول مرتبطين على جروب واحد، بحيث انه لما اختار واحدة يلغي الثانية مباشرة. الايتم طبعا هاي كومبو بوكس، اكيد بتعرف كيف تعدلها. الكومبو بوكس بتروح للبروبرتيز، وبتيجي عند البروبرتيز بتروح للموديل، هاي الموديل، وبتقدر انا كنت بدي احط فيها ارقام، يعني صحيح بدي احط 20 مثلا، 24، 28، 32، 36 او 40 مثلا الى اخره. بدي احط فيها مجموعة ارقام بهذا الشكل، خليني اسكرها هيك، مجموعة ارقام، حطينا فيها مجموعة ارقام جاهزة بحيث انه انا تطلع معي في القائمة لما افتح القائمة. السبينر والسلايدر هدول بدنا ناخذ مجموعة او بدنا ناخذ خصائصهم الان، ونعرف ونتعرف كيف نعمل الخصائص تبعتهم. مثلا السلايدر راح نشوف خصائصه، والسبينر راح نشوف ايضا خصائصه على زي ما عملناهم في الشاشة الرئيسية. خليني ارجع للشاشة اللي انا عملتها هون، نأكد كمان مرة، هاي البروبرتيز وهي الجروب بتن، هاي معطي انا جروب بتن رقم 1، عملنا الجروب بتن زي الكل وعملناها جروب بتن رقم 1. نيجي على السلايدر او السبينر، هاي السلايدر، نيجي على السلايدر بالاول، كيف عملنا السلايدر يبين بهذا الشكل؟ انتبه معي، هاي بروبرتيز، رحت للبروبرتيز وبدي اطلع شو بدي انا من هذا الشكل. اول شيء اللون، باجي على باك جراوند، وعند باك جراوند بختار اللون اللي انا بدي اياه. مثلا لو بدي اغير اللون هذا، هي اوكي، هي غيرت له اللون. باجي على الفونت سايز، الفونت سايز هي بولد، معمول 13، بدي اعمل 12 على سبيل المثال، هي صار 12. نيجي على التدريج والارقام. هلا الارقام بلشي عندي من 10 الى 100، من 10 الى 100.
لو بدي انا هلا طبعا من 10 ل 100، بس انا عامل القفز هون 5، طلع من 10 ل 100، بس القفز اللي عندي هون 5. هلا انتبه معي، انا اقل رقم عندي شو هو؟ العشرة. هيو هي اقل رقم اللي هو العشرة، اقل رقم اللي هو العشرة، واكبر رقم عندي اللي هو 100. القفزات بينهم او التدريج بينهم بده يمشي على خمسات، يعني بده يمشي 10 15 20 25 الى اخره. هلا لاحظ هون مش مبينه في الديزاين، لكن لما اجي اعمل رن للكود، انتبه هاي رن للكود، بدي اياك تنتبه شو اعطاني 10 15 20 25 30 and so on لغايه ال 100، لغايه الرقم 100، لغايه الرقم 100، معناته اعطاني التدريج اللي انا بدي اياه. فمعناته انا التدريج هون لو حبيت اعمله 10، هاي 10 واعطيه اوكي، معناته انا هون لما اجي اعمل رن لاحظ التدريج صار 10 20 حتى ال 100. اذا صارت الامور واضحه بالنسبه لي. ارجع للديزاين، هاي البروبرتيز، وهي ناخذ هون خلينا نرجعها مثلا 5. انتبه هون هلا هاي المينيمم لو بدي اعملها 5، هاي اوكي شو صارت 5، بدي ارجع اعملها 10، هاي ارجعها هون بعملها هون هاي 10. مقدار التدرج اللي انا موجود بايش؟ بوينت، يعني رقم واحد بعطيه انا الماينر تيك سبيسينج، انا معطيه تدرجات صغيره، معطيه واحد واحد واحد، يعني تدرج واحد لو عدينا هون من هون لهون بيعطيني تدرجات بالواحد. هاي نفس الشيء الماكسيمم، بقدر اغيرها واحطها بالرقم اللي بدي اياه. طيب نيجي على هذا الشكل. هلا هذا الشكل لاحظ انه انا الليبلز اللي عندي، لو جيت شلت الليبلز البينت ليبلز، شيل الليبلز شو صار؟ صار عندك شكل السلايدر بدون اي ارقام بدون اي شيء. طبعا بجوز في ناس بحبوا يحطوا هيك، في ناس لا طبعا، بس تكون مع الارقام راح تكون اوضح بكثير وارتب للديزاين. هاي هيك، هاي رجعنا الارقام فرجعت كل شيء زي ما هو. التكس اللي هي التدرجات الموجوده، لاحظ لو بدي اظهرها او اخفيها، هلا هيك اختفت التدرجات، هيك اظهرت التدرجات. طبعا مع وجود التدرجات تعطيك مؤشر ادق واحسن. نفس الشيء بالنسبه للبينت تراك، لاحظ البينت تراك اللي هو زي السطر هذا اللي بيمشي عليه السلايدر او السبينر سلايدر، يس هاي هون لاحظ هاي تدرجات بيظهر لي اياها او بخفيها. فهذا هاي الخصائص الرئيسيه اللي بدي اياك تعرفها لهذا الامر اللي هو السلايدر، لا السلايدر. طيب نيجي للسبينر. السبينر نفس الشيء بدي اخذ له البروبرتيز، هي اخذنا البروبرتيز. البروبرتيز للسبينر لاحظ في عندي شيء اسمه، في عندي انا برضه البينت الخط قديش بدي اياه يكون، بتحب انه يكون بولد مثلا وحجمه 13 12 اللي بدك اياه بتعمله. في عندي بشكل رئيسي في عندي شيء اسمه الموديل، الموديل للسبينر بفتح القائمه ومن الموديل بختار منها الشكل الداتا اللي راح تظهر في السبينر. فلاحظ في السبينر هذا، في السبينر ممكن احط نمبرز، اذا حطيت نمبرز بحدد له شو الارقام بدي اياها، بدي اياها دبل فلوت انتجر لونج شورت اللي بدك اياه، يعني بدك تمشي بارقام فيها كسور و5.5 7.5 8.5 بحط له دبل. اذا بدي اخذها انتجر وعداد عادي بحطها انتجر. لاحظ الانيشال فاليو شو اللي بينت عندي هون 5. ليش بينت 5؟ لاني انا اخترت الانيشال فاليو من هون رقم 5، هاي رقم 5 اخترنا رقم 5. المينيمم فاليو دائما بختارها ما دام انا الانيشال 5، ممكن احط له رقم 5 هي الانيشال فاليو، او احط له اقل او اكثر اللي بتريحك، يعني اللي بدك اياه. الماكسيمم فاليو انا حددت له اياها ب 100، يعني لما ضل امشي للاكبر راح يوصل اقل شيء 100، وهون راح يوصل اكبر شيء 100، وراح يوصل هون اقل شيء 5. هلا الستيب سايز انا بدي اياه يمشي 5 10 15 20 اند سون، هاي الستيب سايز، فبدي اياها اكبر بزيدها، بدي اياها اقل بصغرها. هلا اذا حبيت انا يكون السبينر، اذا حبيت يكون السبينر نوع ثاني مثلا ليتس سي بده يكون ديت، اذا حبيته يكون تاريخ بقدر احدد له اكبر تاريخ اصغر تاريخ واحدد له اياه والديفولت انيشال فاليو للتاريخ. طبعا دائما الديفولت انيشال فاليو بنخليها تاريخ اليوم، تاريخ اليوم. هلا المينيمم والماكسيمم بترجع لك حسب الادخالات اللي بدك تشتغلها. لو خلينا ديت مثلا، خلينا نشوف احنا اول شيء نخليه نمبر ونعمل رن ونشوف كيف شكله على النمبر. هاي اوكي وهي كلوز. لو جينا هون عملنا هاي رايت كليك هاي رن وجينا عملنا هون
هي السبينر، طلع شو مكتوب هون. هلا انا بدي بالسبينر هذا الكود اللي بدي اكتبه، لاحظ لما امشي السبينر للاعلى يعني ازيد القيمه، طلع شو بيعمل، عماله بكتب لي تكست سايز، انا حاطط ورابطه بامر تكست سايز، بكتب لي القيمه اللي انا اشتغلتها. تمام، رائع. طبعا هي كتب لي ببين عندي شو بيتحرك. فهذا بالنسبه للتايم بمشي خمسات. لاحظ السلايدر شو بيعمل، بمشي واحد واحد زي ما انا بسحب على السلايدر، زي ما اني بسحب على السلايدر نفس الطريقه اللي بسحب فيها ببين معي الرقم. لاحظ بكبس هولد على الماوس، يعني بكبس كليك على الماوس وبضلني كابس هولدنج وبسحب حتى امرر الرقم اللي بدي اياه. الكومبو بوكس لاحظ هي 72 اعطاني دايركت السايز اللي انا بدي اياه مباشره. طبعا انا مش مرجع قيمه اللي تبين معي هون، هلا هون انا مرجع قيم، طلع كيف، ايوه مرجع القيمه من السلايدر ومرجع قيمه من السبينر، اذا بدي من السبينر هي مرجع قيمه من السبينر. هلا لاحظ البرنامج كيف راح يشتغل كمان، انه لما جيت انا اكبس بولد مثلا، هاي بولد بديش بولد، بطل في بولد، بدي ايتاليك هاي صار ايتاليك، هاي ايتاليك على سبيل المثال، بدي بلو هاي الخط صار بلو، بدي الخط مثلا ريد وباكي جراوند ازرق، هاي خط ريد وباكي جراوند ازرق. هلا هاي كلها راح نشوفها بالكود كيف راح نكتبها ونتعلمها. اذا هذا الشكل اللي احنا بدنا اياه، لاحظ ها هذا الشكل اللي انا بدي اياه واشتغل عليه. هاي هون خلينا نمررها لعند 30، هاي 30 وهكذا. اذا شفنا كيف لما تكون خلينا نحكي هاي الديزاين، لما تكون البروبرتيز تبعت السبينر الموديل تبعها يكون انتجر. طيب خلينا نعمله ديت. لو عملنا ديت هاي اوكي، هاي عملنا ديت، لاحظ كيف ظهر الديت، تاريخ اليوم 19/3/2020 مع الساعه 19/3/2020 والساعة اللي ظهرت معنا بهذا البرنامج بهذا الشكل. فلاحظ لما اجي اعمل رن انا هون، هاي رايت كليك وهي رن، اعطاني هون هاي التاريخ. لما اجي احط عند 19 لاحظ، طبعا ليش اعطاني ايرور؟ لانه في الكود انا رابط الديت ورابطه على اساس انه انتجر. لما كنت انا بكتب الكود كنت بدي اياه يشتغل على الخط ويكبر ويصغر الخط، فعشان هيك هذا راح يرجع داتا تايب مختلفة فأعطاني ايرور. هلا راح نشوف الكود من الداخل. بس فيما لو انت بدك تعمل تاريخ السبينر، هاد تعمله تاريخ، بتقدر تعمله بنفس الاسلوب اللي شفته معي من هون، هاي الديزاين، وبتيجي هون رايت كليك بروبرتيز وبتعمله تاريخ وبترجعه على شكل تكست، بتصير ترجعه على شكل تكست، ما بترجعه على شكل انتجر، فبترجعه على شكل تكست اللي هو دوت تو سترينج. هلا بنشوفها داخل الكود. طيب جيد، اذا هي عرفنا الخصائص. هلا بدنا نتطلع مع بعض ونشوف كيف كاتبين الكود، نشوف الكود تبعنا كيف انكتب. خلينا نشوف المسميات اللي انا سميتهم. شو سمينا هذا؟ سميته كومبو بوكس سايز، كوم سايز سميته انا كوم سايز. هذه تشيك بوكس شو سميتها؟ سميتها تشيك بولد، تشيك بولد. هاي شو سميناها؟ هاي سميناها تشيك ايتاليك. جود. هون راديو باترنز شو سميناهم؟ سميناها راديو باتن 1 زي نفس اسمها يعني، وهون سميناها راديو باتن 2 وهون سميناها راديو باتن 3. جود. هذا السبينر شو سميناه؟ خلينا نشوف مع بعض. هاي تشينج فاريبل نيم اسمه سبين 1 اس بي ان 1. سلايدر هذا شو سميناه؟ سلايد سايز، سميناه سلايد سايز. متذكرين معي كل الاسماء. هذا التكست اريا، طبعا هاي تكست اريا، شو سمينا التكست اريا؟ هاي سميناها تكست، تكست فونت، هاي عباره عن تكست اريا. اكبس هون، هيا لاحظ تكست اريا، هاي هاي راديو، راديو باتن، هاي هاي تشيك بوكس، هون هاي كومبو بوكس، هذا هاي سبينر، هذا عباره عن سلايدر. اذا عرفنا كل الاسماء الموجوده عندنا بدنا نبلش بالكود. هلا لاحظ انه هون عندي في هذا البرنامج في كود على كل كبسه، يعني على الكومبو بوكس في كود، على التشيك بوكس في كود، على الريدي باتن في كود، على السبينر في كود، وعلى السلايدر في كود. خلينا نبدا بالكود اللي احنا بنتعلمناه من يعني كلهم تعلمناهم هدول، بدنا نرجع نستذكرهم مع بعض.
رايت كليك، خلينا اشوف كيف الايفنت مربوط عندي. لاحظ رايت كليك ايفنتس، واخذت انا اكشن بيرفورمد يعني ماوس كليك، وجبنا الكود. طلع الكود شو المكتوب في الكود هذا. بداية بدي اياك تعرف ما يلي. اذا كنت بدك تشتغل على الفونت لازم تعرف زي ما حكينا اوبجكت من كلاس اسمها فونت. هلا في عندنا اكثر من طريقة. ممكن اجي انا اكتب هون الفونت، انتبه معي هيك، هاي فونت، واخذ الاوبجكت هذا اسمه فونت واعرفه بهاي الشكل. بس هاي الطريقة طبعا كل ما ادخل على ميثود لازم اعرف الفونت، اعرفه واكمله بهذا الشكل. فكل مرة كاني بعرف الاوبجكت تبع الفونت. شو الحل؟ شو الحل؟ مين بيقول لي شو الحل؟ الحل اكيد عرفته انتو، انه ممكن انا اعرف الاوبجكت اللي اسمه اف، الاوبجكت هذا اللي اسمه اف من نوع فونت، اعرفه على مستوى الكلاس بالاعلى. هو اطلع معي فوق 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 هون، خلينا نسكر هاي. لاحظ هيو جيت على مستوى الكلاس، هي مستوى الكلاس اللي هي نيو جي فريم اللي انا عرفته، واللي هو عبارة عن من نوع فريم. جيت عرفت له اف اوبجكت، اف اوبجكت اسمه اف من نوع الكلاس اللي اسمها فونت. هلا صارت الاف شو ميزتها؟ بابليك. صارت الاف بابليك على مستوى كل كلاس. فوين باي مكان بكتب اف بدي اياك تعرف انا لما كتبت اف هون في اي مكان، هي الاف اصلا معرفه على مستوى كل الكلاس وكل الميثودز. فالاف هي اصلها فونت، ففيش داعي كل مره اكرر فونت فراغ اف يساوي نيو فونت واكمل. فصارت الفونت معرفه معي على مستوى الكلاس كلها. هلا مرات بلزمني اني ارجع انتجر للحجم الخط، برضو نفس الشيء. مدام انا لقيت حالي انه السايز تبع الخط بلزمني اعرفه اكثر من مره، وين عرفته؟ عرفته على مستوى، على مستوى الكلاس. عرفته على مستوى الكلاس وحكيت له انتجر سايز يساوي، اعطيته رقم 15 0 10 اللي بدك اياه، ما عندي مشكله، اعطيته رقم بدا افتتاحي حتى يعرفه. اذا صار عندي الاف من نوع فونت اللي هو الاوبجكت اف من نوع فونت معرف على مستوى الكلاس، والسايز معرف على مستوى الكلاس. فباي مكان بتشوفني كتبت سايز او كتبت اف، اعرف انهم معرفين على مستوى الكلاس. اوكي، معرفين على مستوى الكلاس. نرجع للكود تبعنا، نيجي على الاولى، وهي ايفنت وهي اكشن. بدنا نشوف شو الاكشن. لاحظ اول شيء انا بهمني من الديزاين هذا لما اكبس كليك على الكومبو بوكس وافتحه يرجع لي ايش؟ بهمني يرجع لي رقم، يرجع لي قيمة رقم 12 14 16 18 20، اللي هو بهمني يرجعني رقم عشان أأثر بالفونت سايز، أأثر عليه برقم بحجم الخط. طلع الكود شو عملت أنا؟ جينا حكينا له هون سايز اللي هي نوعها انتجر شو تساوي؟ تساوي انتجر دوت بارس انتجر. ليش كتبتها انتجر دوت بارس انتجر؟ لأنه الكومبو بوكس، احنا اتفقنا في المحاضرات الماضية انه الكومبو بوكس اللي انا سميته كوم سايز شو بيرجع لي؟ بيرجع لي سترينج، بيرجع لي قيمه سترينج مش انتجر. فلما هاي القيم يعني القيمه جوا هاي جوا التكست هذا كله المكتوب هون راح تكون تكست. هلا ال 14 او 16 المكتوبه هي تكست، فلما اجي اثر عليها بسايز ما راح تزبط، فلازم اعملها كاستنج او اعملها ايش؟ تحويل الى انتجر. فحولناها لانتجر. هلا بنستذكر مع بعض كيف نرجع قيمه من الكومبو بوكس. لو سألنا، لو نكون عندي في المحاضرة كان لفينا عليكم واحد واحد وقلنا لك كيف نرجع قيمة من الكومبو بوكس، كيف نرجع قيمة من الكومبو بوكس. فالكل لازم يعرف بنرجع قيمة من الكومبو بوكس. بكتب اسم الكومبو بوكس دوت، هاي دوت get selected item، get selected item. فبكتب get selected item. هلا هاي اسم الكومبو بوكس دوت get selected item، يعني هو اللي بيرجع لي القيمة، والقيمة اللي بترجع string. حتى أكد عليها أنها string عشان يتم عملية التحويل بشكل صحيح، كتبت له dot to string. يعني أنا بقدر أعرفها لو بدي أعرفها بطريقة تانية، أجي أحكي له مثلا s يساوي مثلا com size dot get selected، إيش بدي؟ selected item dot to string. لاحظ هون لما حطيتها dot to string او حتى لو ما حطيتهاش dot to string وخليتها هيك ايضا راح يعطيني ايرور. ليش الايرور هذا؟ لانه الداتا تايب اللي عندي هون انتجر، وهاي شو بترجع لي؟ بترجع لي string. فشو عملت انا؟ جيت حطيت هاي to string، هايها لانها اصلا هي string، وجينا اخذنا هذا الشكل هيك كله بين اقواس
وجينا حكينا له هذا كله حوله ل انتجر دوت بارس انتجر، فحول لي اياه ل انتجر دوت بارس انتجر. هلا هون بدل السايز بقدر استخدم، اذا بدي بقدر استخدم الاس نفس الشيء يعني، بس انا لما عرفتها كومون وعرفتها بابليك على مستوى الكلاس صار يعني صارت موجوده وبقدر استخدمها اكثر من مره. صحيح، فانا هون استخدمت اس او سايز نفس الاجراء ونفس الشيء راح يكون تمام. شو الهدف من هاي؟ كمان مره بنعيد، الهدف من هاي انه انا ارجع قيمه اللي موجوده في الكومبو بوكس ارجعها واحولها لانتجر واخزنها بمتغير، وهذا المتغير بدي ابعته للفونت. نيجي لاستخدام الفونت، تبع معي كيف استخدمنا الفونت. هاي استخدمنا الفونت، هاي نقطة مهمة لأنه هاي اللي بنفهمه هون راح يتطبق على كل إشي بمر معي اسمه فونت. أول شيء الفونت بدي أعرف أوبجكت من الكلاس، أنا عرفته بأعلى الشاشة، جيت حكيت له الإف هذا الأوبجكت اللي عرفته بأعلى الشاشة اللي هو من نوع فونت شو يساوي؟ يساوي نيو فونت. بدي أبلش أعطيه أنواع الخطوط. هلا أنواع الخطوط أنت بتعرفها اللي بتبين معك في الوورد، مثلا زي الأريال، زي التهوما، زي تايمز رومان، زي أربك الى اخره. هاي انواع الخطوط، هاي انواع الخطوط اللي انت بدك اياها، هاي انواع الخطوط اللي انت بتحتاجها. هلا لازم تكتب اسم الخط او نوع الخط بطريقه املائيه صحيحه. يعني احنا لو جينا هون انتبه معي وجينا عند هذا مثلا وكبسنا رايت كليك وجينا حكينا له بدنا طلع معي هون هاي فونت، بدنا الفونت. لاحظ هاي اسماء الخطوط، هاي اسماء الخطوط. هلا هاي اسماء الخطوط اللي انت بتقدر تشتغل عليها وتاخذها، هاي مثلا زي التهوما، هاي زي عربك على سبيل المثال تايمز رومان، هاي تايمز نيو رومان. هيك بدي اخذ اسم الخط، فباخذ اسم الخط، يعني باخذ اسم الخط بكتبه از از وبنقله وبحطه وين؟ بحط اسم الخط اذا بدي وبحطه في الكود تبعي هون. يعني بقدر اكتب هون بدل هاي اكتب تايمز رومان او اكتب التهوما. اوكي، هي عرفنا كيف نجيب اسم الخط. هلا نيجي هون النقطة اللي بعدها، دائما كستاندرد هيك شكل الاوبجكت هذا، بيجي عندنا كلمة فونت. خليني ارجع اكتب هاي كمان مرة بالسطر اللي تحته عشان تشوف كيف انكتبت. هاي اف يساوي نيو فونت، الاف كابيتال طبعا، وباجي بكتب له هون مثلا تهوما، ببعد فراغ بعمل له كوما، بكتب له فونت دوت. هلا ما اجي اكتب له فونت دوت، لاحظ في عندي اكثر من فونت، بينت يعني النورمال الطبيعي، ايتاليك، بولد، بتقدر تجربهم كلهم انت، رومان الى اخره، بتقدر تجرب كل انواع الخطوط هدول الموجوده وتشتغل عليهم بالطريقه اللي انت بدك اياها، او تجيب حتى الفونت من فايل، هاي راح ناخذها لاحقا، بس انت بتقدر تجرب اي واحد من هاي الخطوط. هلا انا مثلا اخترته ايش؟ اخترته بولد، مش زي ما بده هو البلين، بلين يعني الخط العادي مش معلهوش اي تأثير. وجيت عملت كوما وبدي السايز، بقدر انا اكتب هون السايز 50 على سبيل المثال. فمعناته انا هيك شو قلت له؟ كأنه الاوبجكت اف شو صارت مواصفاته؟ صار نوع الخط تبعه تهوما، وصار شكل الخط بولد، وحجم الخط ايش؟ 50. هلا انا ما بدي اثبت الخمسين ثابتة، فانا كنت بدي الخمسين هاي او العشرين او الثلاثين وين اقرأها؟ اقرأها من الكومبو بوكس، اقرأها من الكومبو بوكس. فبتصير لما تعطيني الكومبو بوكس السايز هذا، الرقم اللي بيطلع معي بخزنه في السايز اللي هون وبقدر استخدمه، فبصير دايناميك، بصير شو بغير على الكومبو بوكس بصير يتغير على على ايش؟ على الفونت سايز. هاي اول نقطة مهمة. هلا كيف اعكس، كيف اعكس حجم الخط هذا على الواقع الموجود في التكست اريا؟ هلا التكست اريا تبعتي اسمها تكست فونت، التكست اريا اللي عندي اسمها تكست فونت. حتى اثبت نوع الخط وشكله وحجمه اللي انا اخترته على التكست فونت او على التكست اريا، باجي بكتب له اسم التكست اريا تكست فونت دوت سيت. طيب كمان مره دوت ست، حرف الاف ست فونت، بختارها هيها ست فونت، وست فونت وبحدد له اي اوبجكت بدي، بدي الاف اللي انا اخترته بالاعلى هون، هاي اخترناه، فمعناته انا اللي كتبته هو نفس اللي مكتوب بالاسفل تحت هون، وهي هيك معناته انا هيك. هلا هذا الامر ليش؟ لو جينا سالنا كمان مره ليش هذا الامر؟ حتى ياثر بشكل الخط وحجمه
ونوعه على التكست اريا. اذا هذا الامر صار، هي سطر، هي سطرين، هي ثلاثة، هيك انا اثرت بالخط وحجمه ونوعه على التكست اريا اللي موجودة عندي. هذا الامر او هذا الكود الاول تبع الكومبو بوكس. نجي على الكود تبع، نحكي مثلا السبينر، رايت كليك. هلا السبينر ما بزبط معه اكشن، لاحظ السبينر ما في له اكشن بيرفورمد، لاحظ هون هاي ايفنت اكشن. طيب نيجي على السبينر ما في له اكشن. السبينر دائما ناخذ احنا الاكشن تبعه او الايفنت تبعه بنعتبره تشينج، تشينج ناخذ بنروح للتشينج. هاي نقطه مهمه لانه في الامتحان لما تيجي تجاوب بدك تدور على الاكشن مش راح تلاقيه، او ماوس مش راح يشتغل معك. هلا راح يشتغل معك على التشينج، تشينج راح تيجي تروح تشينج وتعطيه ستيت تشينج. هاي اخترنا ستيت تشينج. هلا لاحظ في السبينر راح اكتب نفس الديزاين او نفس الطريقة السابقة تقريبا اللي هي بالنسبة للسايز. لاحظ هاي نفس الموضوع، بس بنرجع للأولى هاي كمان شوي. هاي نفس الموضوع، أول شيء بدي أرجع السايز اللي قرأه، بدي أرجع السايز اللي قرأه، الحجم اللي قرأه، فرجعته خزنته بالسايز. شو عملت له؟ عملت له كاستنج وحولته الى انتجر. هي حولناه لانتجر. كيف نرجع الداتا؟ كيف نرجع الداتا من مين؟ من السبينر. كيف نرجع الداتا من السبينر؟ نكتب اسم السبينر، هيو اس بي ان 1، بدنا نرجع الداتا من السبينر. نكتب اسم السبينر اس بي اس بي اس بي ان 1 دوت جيت فاليو. جيت فاليو، هلا هاي الجيت فاليو بترجع لي قيمه الداتا اللي مخزنه في السبينر بالمكان اللي انا عملت عليه تشينج. يعني عملت تشينج صارت 6 بيعطيني 6، صارت 10 بيعطيني 10. طبعا باكد عليها انها تحولت تو سترينج عشان اقدر اعملها كاستنج من سترينج الى انتجر. هي حولناها لانتجر، تمام. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه زي ما اخذنا قبل شوي اني اعرف الاف اللي هي فونت واعطيها نوع فونت، واعطيه تايب مثلا اريال، اعطيه فونت نوع الفونت اعطيه مثلا بلين اللي هو فونت الخط العادي، واربطه مع السايز. هاي ربطناه مع السايز، هاي ربطناه كمان مره مع السايز. هلا لاحظ حتى اثر على الفونت هذا، حتى اثر على الفونت هذا على التكست اريا، شو بكتب له؟ بكتب له تكست فونت، اسم التكست اريا دوت ست فونت، وبربطه مع ايش؟ مع الاوبجكت اللي اسمه اف، وبربطه مع الاوبجكت اللي اسمه اف اللي فيه الحجم وفيه النوع وفيه سايز وفيه كل شيء. هلا هون انا شو عملت؟ انا بس عشان اثر بالداتا اللي بترجع من، حتى اثر بالداتا اللي بترجع من السبينر واخذها واخليها تظهر في التكست اريا، شو عملت؟ عملت حكيت له تكست اريا تكست فونت، هاي تكست اريا دوت ست تكست، اكتب فيها، اكتب فيها اس. هلا شو هي الاس؟ لاحظ الاس هون شو هي؟ حكيت له الاس هي عباره عن سترينج بدي احط فيها التكست سايز. انا كتبت فيها تكست سايز يساوي عشان يكتب لي اياها جوا التكست اريا في كل مره بعمل اكشن او بزور السبينر او باثر بالسبينر. يكتب جنبها قيمه السبينر اللي هي 12 14 15 20 الى اخره، وينزل سطر او ما ينزلش اتس اب تو يو. يعني هاي لو شلتها او خليتها مش راح تاثر عندي. اوكي، هلا صارت كل مره بفتح البرنامج بقرا انا السبينر، مثلا خليته 15 بقرا 15، هاي 15 قرأ 15، حطها جنب التكست سايز، فكتب لي تكست سايز وكتب جنبها ايش؟ كتب جنبها 15، كتب جنبها 15، واثرت انا بالفونت وهي ربطته مع السايز اللي انا بدي اياه وقرأته من هون. بعدين خليتها تظهر، يعني حكيت له اظهر قيمه الاس، الداتا تبعت الاس اللي هي التكست سايز زائد قيمه الفاليو هاي، حطها بالتكست اريا واعمل لي رن لهم. لو جينا نعمل رن، انتبه شو اللي عمله هون. هاي كمان مرة هذا الخط العادي، جيت على السبينر، انا لازم غيرت هاي الصحيح، بدي ارجع اغيرها ل ارقام هون على الموديل، وبدي اجي هون اعمل له نمبر، وهي النمبر انا معرفها اوريدي، هاي كلوز، وبدي ارجع هون ارجع اعمل رن، هاي رن، واجي على السبينر هون، لاحظ الداتا، هاي السبينر، هاي 10، هاي 15، منين جابها هاي؟ تذكروا معي الكود اللي كتبته تكست سايز ايكوال، وبرجع القيمه المقروءه هون، هاي 25، هاي 30، برجع القيمه وبأثر بالخط وبكبره. ليش كبره؟ كبره لانه انا هون هاي الكود تبعي، وهي
هاي السبينر تشينج، هاي الكود تبعي، وهي اثرت فيه على الرقم اللي انا بدي اياه. طيب نرجع للديزاين، هاي اخذنا هاي، نيجي للسلايدر. السلايدر راح تكون بنفس الطريقه، هاي ايفنت، بس السلايدر برضو ما فيها اكشن وما فيها بتظبط عليها تشينج. السلايدر بدي اخذ لها ماوس موشن، انتبه معي، ماوس موشن، وباخذ من الماوس موشن ماوس دراجد. هاي اخذنا ماوس دراجد، طلع شو الماوس دراجد؟ نفس الاشي، اسم السلايدر سلايد سايز دوت جيت فاليو، رجعت قيمة الفاليو. في السلايدر هذا برجع لي دايركت انتجر، فما حولته لبارس انتجر. اذا هون هاي شو بتعطيني؟ اسم سلايدر دوت جيت فاليو، رجعت قيمة الفاليو وخزنتها بالسايز. نفس الطريقة اثرت على الفونت وربطتها مع السايز، وبعدين عملت له فونت تكست فونت دوت سيت فونت عشان يأثر بالتغيرات هاي، وبعدين عملت له تكست فونت دوت سيت تكست فونت سايز بلس سايز عشان يظهر لي الداتا اللي انا بدي اياها داخل الكود. نرجع نشوف شو ضل عندنا. ضل عندنا التشيك بوكس هاي، نروح نشوف التشيك بوكس على اكشن بيرفورمد. هاي اكشن بيرفورمد، لاحظ هاي التشيك بوكس. التشيك بوكس تذكروا معي انه حتى اعرف انها سيلكتد اور نوت، بكتب اف تشيك بوكس اسمها تشيك بولد، كان اول واحدة عندي، از سيلكتد. هلا اذا كانت سيلكتد باجي بحكي له الاف يساوي نيو فونت اريال، والفونت دوت شو نوعه؟ ما هي سيلكتد البولد، الفونت لازم اعمله هنا هون بولد. والسايز هو السايز اللي اخترناه سابقا، الحجم اللي كان موجود عليه، لانه السايز صارت بابليك وقيمتها هون معروفه. هاي ميزه ثانيه اني اخترتها بابليك، انه صارت معروفه الي، اخر سايز مستخدم هو اللي باثر فيه. هلا اذا تشيك بوكس او تشيك بولد از سيلكتد يساوي فولس، اذا ما كانتش سيلكتد معناته بدي اعمل ارجع الخط شو نوعه؟ طبيعي، يعني الخط العادي، مش بولد ولا ايتاليك. نفس الاشي راح اعمل لمين؟ راح اعمل نفس الشيء للايتاليك. هاي كمان مره، هاي ايفنت اكشن، هاي الايتاليك، نفس الشيء از سيلكتد. اذا كانت الايتاليك سيلكتد معناته انا بدي اختار له ايش؟ ايتاليك. هاي اسم التشيك بوكس وهي عملتها ايتاليك، واذا نوت سيلكتد بدي ارجعها ايش؟ ارجعها بشكلها الطبيعي اللي هي البلين والخط العادي. نيجي على الراديو باتنز. الراديو باتنز لاحظ معي هون، هي اكشن بيرفورمد على الراديو باتن. باجي على الراديو باتن، سهله جدا الراديو باتن، اسهل من هذلاك. باجي بحكي له تكست فونت، هي التكست فونت اللي انا اخترتها دوت سيت كلر او سيت فور جراوند، بدي لون الخط. هلا لون الخط بنعطيه فور جراوند. هلا شو بدي لون الخط انا؟ بلاك، معناته set foreground color dot black. لو بدي لون الخط احمر او ازرق او اخضر او اللي بدك اياه، تقدر تعمل زي هيك، هي هيك، وتيجي تختار بدل البلاك هون، طيب بدل البلاك هيك هيك دوت مثلا ريد، او دوت مثلا بلو، تختار الخط اللي بدك اياه وبتاثر فيه. فلاحظ هذا امر سريع مباشر انه لما اكبس كليك عندها يغير شكل الخط. نفس الاشي بتتكرر للبلو، لاحظ، ونفس الاشي اللي هي الفور جراوند اللي هو لون الخط، ونفس الاشي للريد. هلا انا عند الريد هون بس عشان تعرف انه انا بقدر اغير الباك جراوند كمان. فعند الكبسه هاي شو حكيت له؟ غير التكست، لون التكست خليه ريد، وحكيت له خلي الباك جراوند مثلا بلو. هلا اذا بديش بلو باجي بقول له خلي الباك جراوند ليتس سي مثلا دوت يلو، هاي يلو جود، هاي خليناها يلو. اذا هاي مرينا احنا على كل الاوبجكتس الموجوده وعرفنا كيف بنقدر نربطها بالكود. هاي رن، نيجي نعمل هون، هاي اول واحده بدي اخذها، لاحظ هي عمل لي يلو. لو جيت سحبت هون هاي دراج، ماوس دراج، هاي هيك، ولو جينا حكينا له هون بلو، هاي خلى لي الخط بلو. معناته انا عملت برنامج دايناميك بتحكم بالفونتس وبالخطوط وبالشاشات الموجوده عندي، وبقدر الونها بالطريقه اللي انا بدي اياها. اوكي، بدي من الجميع يحل هذا الاكزامبل ويحله بنفس الطريقه اللي حليناها، والفولدر اللي بيطلع معه يضغطه ويبعث لي اياه على الايميل باسرع وقت ممكن، حتى نشوف شو الفيدباك عند الطلاب وكيف الانجاز اللي بصير عندهم. وبنشوفكم في المحاضرة القادمة مع أوامر جديدة وكنترولز جديدة. يعطيكم العافية.